السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. النهاردة شباب جايب لكم تطبيق ممتاز جدا لربح الرصيد ببال. التطبيق ده شباب الحد الادنى للسحب فيه هو 2 سنت فقط، يعني ان شاء الله اول ما تدخل للتطبيق وتبدأ تشتغل هتبدأ اللي انت تجمع الدولارات بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هتبدأ اللي انت تسحب كل يوم من التطبيق الرائع ده. فلو مهتم بالموضوع تابع مع الفيديو، وان شاء الله تطبيق النهاردة عجبك، ويا ريت ما تنساش تعمل اشتراك القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. مبدئيا شباب ده التطبيق، وطبعا قبل ما تخش للتطبيق هتبدأ اللي انت تشغل الفي بي ان. انا طبعا مشغل الفي بي ان وحاطط الدولة هنا الولايات المتحدة الامريكية، فان شاء الله رابط تحميل الفي بي ان ده هسيبه لكم موجود في وصف الفيديو. فدلوقتي بقى هنضغط على التطبيق، وطبعا ان شاء الله رابط تحميل التطبيق ورابط تحميل تطبيق الفي بي ان هسيبه لكم موجودين في وصف الفيديو. هنا اول ما ندخل على التطبيق هنضغط على كلمة لوجن هنا عشان نبدأ اللي احنا نسجل عن طريق حسابنا في جوجل. فهننتظر بعض الثواني عشان يجيب لنا الحسابات الموجودة على الجهاز، وكل اللي عليك دلوقتي انك هتختار حساب من الحسابات ديت، وبعدين هيبدأ يوديك للواجهة اللي بعد كده. هننتظر بعض الثواني ونشوف مع بعض. هنا زي ما انت شايفين هنضغط على كلمة اي جري اللي هي موافقة، ودي زي ما انت شايفين واجهة التطبيق. هنا هنضغط برضك على اجري وننتظر ثواني برضك. تمام كده احنا خلصنا عملية التسجيل بنجاح. دلوقتي بقى كل اللي عليك انك هتبدأ تشتغل على التطبيق ده. طريقة العمل على التطبيق سهلة وبسيطة جدا، كل اللي عليك انك هتحك البطاقة ديت، هنبدأ نحكها مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وهيبدأ يدينا نقاط اهوت. خدنا 28 نقطة، والنقاط ديت هنبدأ ان شاء الله نحولها للدولارات قدام حضراتكم. فهننتظر بعض الثواني كده ونبدأ اللي احنا نحك البطاقات. وزي ما انتم شايفين ده عدد الارقام اللي احنا ممكن نحك بيه بطاقات، وان شاء الله هعرفكم ازاي تزودوا العدد ده. فهنبدأ كده نحك البطاقات مع بعض زي ما انتم شايفين، وهنا برضك هيبدأ يدين النقاط. طبعا التطبيق بيدي نقاط كتيرة جدا، هنا ما خدناش نقاط للأسف المرة دي، فهتبدأ اللي انت تشتغل مرة تانية بشكل عادي. برضك يعني ما خدناش نقاط المرة دي. هنا لازم التطبيق يعرض لك اعلانات زي ما حضراتكم شايفين عشان التطبيق يبدأ يستفاد، وكمان يبدأ يدفع لك، يعني اعرف لو التطبيق ما فيهوش اعلانات يبقى التطبيق نصاب. فزي ما حضراتكم شايفين كده احنا فاضل عندنا 14 محاولة لحك البطاقة ديت، وهنا جمعنا 215 نقطة في اقل من دقيقة. فدلوقتي بقى هعرفكم ازاي تجيبوا المحاولات ديت عشان تبدأوا تشتغلوا اكتر على التطبيق. كل اللي عليك انك هتيجي عند الاختيار التاني ده، وهيبدأ يفتح لك زي ما انت شايفين. هنا بقول لك شاهد فيديو وهتاخد 10 محاولات، وهنا برضك بقول لك شاهد فيديو، فانا هشاهد الفيديوين دولت وارجع لكم مرة تانية. وزي ما حضراتكم شايفين انا شاهدت الفيديو الاول واداني 5 محاولات، وشاهدت الفيديو الثاني واداني 10 محاولات، بقى معايا 29 محاولة. تمام، هنيجي بقى للطريقة اللي بعد كده وهي الاوفر. هعرفكم حاجة جميلة جدا يا شباب في الاوفر ديت عشان تبدأوا اللي انتوا تكسبوا النقاط بسهولة. فثواني كده بس هنرجع مرة للخلف عشان اوريكم حاجة مهمة. احفظوا عدد النقاط اللي معانا ده، احنا معانا 215 نقطة. فدلوقتي هنضغط على اوفر او العروض، وهننتظر ثواني ونضغط هنا على كلمة اكسبت، وهنا هننزل للاسفل لحد ما نلاقي العرض ده. شباب زي ما انتم شايفين العرض اللي باللون البنفسجي ده هنبدأ نضغط عليه، وهنا هنضغط على الاختيار اللي تحت ده وننتظر بعض الثواني لحد ما يبدأ يفتح معانا. زي ما انتم شايفين هنا فتح اهوت، هنضغط على الكلمة اللي فوق ديت. طبعا انت اول ما تدخل هيبدأ اللي هو يحولك لايه شوية اسئلة، فالمهم هنبدأ اللي احنا نكتب اجابات عشوائية في الاسئلة ديت. تمام، هنا 14 سؤال اهوت، يعني اسئلة بسيطة جدا، فانا هجاوب على كل الاسئلة ديت وارجع لكم مرة تانية عشان نكمل الشرح. وزي ما حضراتكم شايفين انا جاوبت على ال 14 سؤال اللي هو اداهم لي بطريقة عشوائية جدا، ولكن ملحوظة مهمة، لما يطلب منك ادخال الرمز البريدي كل اللي عليك انك هتيجي على متصفح جوجل كروم وتكتب الرمز البريدي لامريكا، وتحط الرمز ده زي ما انت شايفين 85201. فدي حاجة مهمة كان لازم اقول لكم عليها عشان ما تواجهش اي حد مشكلة. فبعد ما تجاوب بقى على ال 14 سؤال هيبدأ يوديك للصفحة دي
زي ما انتم شايفين. هنا بقى عندنا استطلاعات بعدد نقاط غالي جدا، وملحوظة مهمة شباب، احنا مش هننفذ الاستطلاعات دي، احنا هندخل بس نشارك فيه الاستطلاع وهنبدأ نخرج منه، والتطبيق هيبدأ يدينا نقاط بدون ما نكمل الاستطلاع للآخر. فعشان تفهم اكتر تابع معايا الفيديو. فمثلا هنضغط على اي استطلاع من الاستطلاعات دي بالشكل ده، ونبدأ اللي احنا نجاوب على عدد الاسئلة اللي هو بيدالنا هنا بطريقة عشوائية جدا، تمام؟ فهنا بقول لي سوري زي ما انتم شايفين، فهنبدأ نضغط على اي استطلاع من الاستطلاعات ديت، ونبدأ نضغط هنا زي ما انتم شايفين يعني المشاركة في الاستطلاع. هنا هيبدأ يفتح لي الصفحة دي، هنضغط على كلمة اي اجري، ونضغط على كلمة كونتينيو، وننتظر بعض الثواني. هيبدأ يجيب لك صفحة بتحمل اهيت، هتستنى شوية صغيرين خالص لحد ما الصفحة تحمل معاك. وزي ما انتم شايفين هنا هنضغط على كلمة كونتينيو هنا، تمام. وزي ما حضراتكم شايفين خدنا 658 نقطة، يعني شفتوا الطريقة سهلة وبسيطة ازاي. كل اللي عليك بقى انك هتبدأ تجرب مع كل الاستطلاعات ديت، وبعدين لما تخلص الاستطلاعات دي هتضغط هنا وهيجيب لك استطلاعات اكتر. فدلوقتي بقى هنحاول نرجع للخلف كده عشان نشوف هل عدد النقاط ديت انضافت للحساب ولا دي نقاط وهمية. فهنرجع كده مع بعض، وزي ما انتوا شايفين هنا عدد النقاط انضافت يا شباب، بقى معانا 915 نقطة هنا، تمام. فالاختيار ده شباب اختيار مهم جدا اللي هو الاوفر ده، عشان تجمع نقاط كتيرة. وملحوظة مهمة، ما تشتغلوش على كل العروض، لان معظم العروض ديت مش هتديك نقاط، اما العرض ده هو العرض الوحيد اللي بيديك نقاط زي ما شفتم في طريقة تنفيذ الاستطلاعات، تمام كده. فدلوقتي بقى عندنا اخر حاجة لجمع النقاط في التطبيق ده، وهي دعوة الاصدقاء. لو ضغطنا هنا زي ما انتوا شايفين بيقول لك خد الكود الخاص بك ده، شاركه مع اصدقائك، وهتبدأ اللي انت تكسب النقاط هنا في رصيد حسابك اول ما تشارك الكود. فكل اللي عليك دلوقتي بقى انك هتبدأ برضو تمسح الشاشة كده عشان تجمع نقاط اكتر، وهنا كل ما تجمع نقاط اكتر هتبدأ تنضاف هنا في رصيد حسابك. وهنا زي ما انتم شايفين ده عدد مسحات الشاشة، يعني احنا معانا دلوقتي 27 مرة ممكن نمسح فيهم الشاشة. هنا طبعا لو احنا ضغطنا مرة كده مسحنا مرة هيخليهم 26 وهكذا، تمام. فاحنا زي ما انتم شايفين كده عدينا 1000 نقطة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. دلوقتي بقى فاضل حاجة واحدة شباب في شرح النهاردة، وهي طريقة سحب النقاط ديت او تحويلها لدولارات. فكل اللي عليك عشان تحول النقاط ديت للدولارات هنضغط على الاختيار اللي في الاخر ده، وهنا زي ما انتم شايفين ممكن تسحب ارباحك عن طريق البيبال او عن طريق البيتكوين او عن طريق امازون. فاعتقد يا شباب ان الوسيلتين دولت مش شغالين، اللي هي البيتكوين وامازون مش شغالين، اللي شغال فقط اللي هو البيبال. فلو ضغطنا عليه كده هنا زي ما انتم شايفين كل اللي عليك انك هتحط ايميلك البيبال هنا، وتعيد الايميل مره تانية وتضغط على كلمه كونفيرم. فانا هحط الايميل كده قدام حضراتكم، وبعد ما حطينا الايميل هنضغط هنا على كلمه كونفيرم زي ما انتم شايفين، وهنا هيبدا يظهر لك وسائل السحب. واقل مبلغ للسحب في التطبيق ده هو 2 سنت فقط، يعني ممكن تشتغل النهارده وتجمع ال 2 سنت بكل سهوله. وزي ما انتم شايفين هنا عدد النقاط اللي احنا كسبناه اللي هو ده هنا، ده المقابل بتاعه بالدولار. يعني اول ما تلاقي هنا 2 سنت هتبدا اللي انت تضغط على البيبال وتبدا اللي انت تسحبها بكل سهوله. والسحب يا شباب في التطبيق ده في خلال من 48 ساعة ل 72 ساعة، يعني من يومين لثلاث ايام بالكتير هتلاقي السحب وصل لحسابك على البيبال. فبكده شباب يكون ده فيديو النهاردة، اتمنى رب يكون عجبكم التطبيق، وان شاء الله رابط تحميل التطبيق هسيبه لكم موجود في وصف الفيديو. وبنصحكم يا شباب انكم تركزوا جدا على خانة الاستطلاعات عشان ديت بتكسب نقاط كتيرة جدا. فبس يا شباب ده كان فيديو النهاردة، يا ريت بقى الناس اللي عجبها الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. واشوفكم في فيديو جديد على قناة احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.